الآية القرآنية الثانية التي فسرت الود بالولاية، عندما نلاحظ هذا التسلسل الذي ذكرناه نشوف أنها آية واضحة، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن شنو؟ ودا. فمودة علي جزء كبير منها اكتسابي وجزء منها فطري لا مناص منه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، مو أثر قهري، لهم الرحمن ودا. وهذه نقطة أخرى، أن المحبة جزء منها فطري وجزء منها اكتسابي، وكذلك المودة. فبناء على هذا، إذا أردنا أن ندفع أجر الرسالة فلا يتوهمن متوهم أنه بمجرد حب علي عليه الصلاة والسلام بدون تجلي ذلك على جوارحه قد أدرك الولاية أو قد أدرك المحبة أو قد أدرك المودة. كلا ثم كلا ثم كلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نختم حديثنا بقصة قصيرة عن المرحوم الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، والذي كان من المصادق الجلية لهذه الآية القرآنية الكريمة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الشيخ عباس القمي ينقل في أحواله أنه كان فترة في طهران، وكان مشغول كما تعلمون بالتأليف والبحث والتنقيب وما أشبه ذلك، وقد بارك الله في عطائه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن إضافة إلى ذلك، فكر مع نفسه ذات مرة بأن ذلك لا يكفي. أكو مساجد كثيرة في طهران في ذاك الزمن كانت متداعية مهجورة. فكر في أن يعمر هذه المساجد، ما عنده مال لكن عنده ما أوجه. فكر في طريقة مبتكرة بسيطة صعبة في الوقت نفسه، وهي أنه شوف أقرب مسجد إلى بيتهم شنو مهجور، لأنه متروك، لأنه متداعي، فيروح يصلي هناك جماعة. شيخ عباس القمي بشخصيته وعظمته معروف، فلذا عندما راح يصلي الناس عرفوا ذلك، فبدأوا يأتون يصلون خلفه. يشوفون المسجد ما في أضوية، ما في سجاد، متداعي الجدران، يشوقهم الشيخ، خب الناس يتبرعون، فعمر المسجد فترة شهر شهرين ثلاثة الله أعلم. فعندما عمر، شيخ عباس القمي وضع أمام جماعة وانطلق إلى مسجد ثاني أيضا متداعي، وهذا أمر صعب تدرون الإنسان، خاصة في ذاك الزمن اللي كان مصداق والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها، سياراتكم ما كانت أكو، الأزقة كانت مظلمة في الليالي وموحلة في الشتاء وغير ذلك. فشخص كبير السن ينطلق إلى مساجد متعددة أمر صعب، فانطلق إلى المسجد الثاني بهذه الطريقة وعمره، وانطلق إلى المسجد الثالث وعمر. فترة طويلة من الزمن، ربما عشرات من المساجد، عمرها الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه بهذه الطريقة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وآيتنا الشريفة آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة تتجلى على الجوارح عبر العمل الصالح، وفي الجوانح عبر المزيد ثم المزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى.